Yeah.
على المحترمين مغني والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصلي ربي على هدي وشيرتي وخبيب الجديد لنادم أجروا وجعلوا معه في الأشياء واجتهدوا وهدروا وله أورى المجد والمسنون واعتصموا بالله فانتصروا حسب الصلاة وأنبها وأشرفها وعطروا القنرية عطروا عبوكة بعبيق المسك ساكية من قبلها رجل غنيا ينتشر عند الحصى والثرى يتبعون نجم السماء وإلى بدر المدار وعد وزن مثقيل الجبال كما يليه قصر جميع الماء والمطر وعد ما حوت أشجار من ورق وكل حرف قد يكلى ويستطر والوحش والطير والأسماك نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مجمع الحبوب كذا والشعر والصف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعلنا ملكا التي مننت بها على الخلائق ملكا ومدحشر وعد مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك والدفر وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة العين يقفون بها أهل السماوات والأرض نما ويدار من السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما أعدم الله موجودا وأوجد محلوم صلاة دواما ليس حصر تستغرق العد مجمع الدهور كما تحيط بالعد لا تبقي ولا تذر لا غاية وقتها يا عظيم لها ولا لها أمد يحضر ويعتذر وعد الله فيما قد مر من عدد معمل بأضع فيه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمكنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحمك في أنفاس قلبك إنك الزوال يا ربي واغفر لقارئها والسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها والسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها والسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد العفو مفتقر وقد أتينا ذنوب العداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي حاضب لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض الذنوب لها الأخلاق ضائفة وفرج
بتلك أربعا أنت مقتدر. وقل لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأوالد تنحصر. وقل لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأوالد تنحصر. وقل لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأوالد تنحصر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جانا لك نزلت في مجده الصور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما تشعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه عمر. وجل عثمان ذي النورين ما كمل له المحاسن في التارين والظفر. بدا علي مع ابنه وامي مال العباء كما قد جاء الخبر. فدا خديجة الكبرى التي بذلت اموالها لرسول الله ينتصر. والطاهرات النساء المصطفى وقد بناته وبنوه كلما ذكر. سعد سعيد بن عوف طلحة وعبو عبيدة وزبير سادة غرر. وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر ما زالت به الغيار. والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل دياتي أبدا سحر. مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة يقضي العمر. يا ربي بالمصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. لازم تكون في